أهلا بكم يا أصدقائي، إن شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير، وأي حد عنده أي مشكلة يقدر إن هو يحلها في أسرع وقت. النهاردة هنتكلم عن التوقعات الفلكية لواحد من الأبراج، طبعا التوقعات في شهر 7 2019، لواحد من الأبراج التقيلة جدا في مشاعرها اللي ممكن يقعد سنوات وهو بيحبك وما يقولكش، بل انك ممكن ما تلاحظش عليه. اللي تأكد ان انت لو حاولت ان انت تتدخل في خصوصياته من غير ما هو يسمح لك بده، ممكن بنسبة كبيرة ينهي العلاقة معاك او تكون سبب في انهاء علاقتك بيه. شخص تأكد في معظم انسحابه من حياتك هينسحب بصمت. برج الثور الترابي. هنتكلم الأول اجتماعيا ثم مهنيا ثم ماديا ثم عاطفيا ثم أهم الطاقات اللي بتحيط بيه في الفترة دي وتأثيرها عليه وإزاي يتعامل معاها. لكن في البداية طبعا بقول لك، لو بتشوفني لأول مرة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين دايما مع بعض. كمان عايز اقول لكم، سايب لكم في الوصف بتاع الفيديو رابط لحلقتين مهمين جدا جدا ليكم، بصوا عليهم. بس يلا بينا نبتدي. معلش علشان بعض الناس اللي بتسأل ليه برج الثور متأخر او بعض الابراج بتنزل قبل بعض الابراج، قلنا يا جماعة قبل كده احنا اكتر برج الناس بتاعته متواجدة هو ده اللي بيبقى ليه الاولوية، وبعدين بنمشي بالترتيب بقى الاكثر اهمية فالاكثر اهمية. وقلنا ان احنا بنعرف الكلام ده من خلال لايكاتهم وتعليقاتهم على الحلقات اللي بتنزل بتخص ابراجهم. للاسف برج الثور كان متقدم عندي، دلوقتي هو في المركز ال11 والحمل اللي هو برجي في المركز الاخير. انا مش مصدق بصراحه، فين الناس بتاعت الحمل؟ انا مش لاقي حد. يلا كل واحد يشجع برجه والمنافسه مستمره. تعالوا نتكلم اجتماعيا. يمكن برج الثور في شهر 7 2019 هيخرج شويه من التحرر او التحفظ اللي معروف عنه عن مواليد برج الثور. طبعا بنتكلم سواء راجل سواء ست، هو هيشعر اصلا رغبة داخلية في الانطلاق، في مجاراة الناس، في عمل صداقات ولو بشكل طفيف. هو من النوع اللي ما بيحبش يصاحب كتير قوي واي حد. لا على فكرة، برج الثور اللي بيعجبه قليل، اللي يعجبه كده ويدخل دماغه ويقتنع بيه قليل جدا، فهو هيبدأ يتخلص شوية من الحتة دي. كمان عايز انبهكم، خلي بالكم من صحتكم شوية يا مواليد برج الثور في شهر 7، ما تهملوش يعني، وانتبهوا ليها كويس، ما تهملوش فيها او ما تخلوش حاجة تيجي على حسابها. تعالوا نتكلم مهنيا. هيواجهك بعض المشاكل البسيطة جدا جدا، انت هتقدر ان انت تتغلب عليها لانك شخص ناجح، ما انت الشخص فاشل يعني. عامة ممكن تصادف بيها في بدايات ومنتصف الشهر، ما تنزعجش، اعرف ان انت هتقدر ان انت تتخطاها. بالنسبة للناس اللي بيدوروا على وظيفة، ما عندكش فرصة في شهر 7، انت عندك فرص في شهر 7، اعمل اللي عليك. الشهر ده يمكن يكون اميز شهر ليك في حتة ان انت تلتحق بوظيفة من شهور السنة القادمة كلها، يمكن يكون أميز شهر في الناحية دي. بالنسبة لحبايبنا اللي في الدراسة، لا عندكم تقدم للأفضل وتحسن في المستويات. يلا بينا ندخل على الناحية المادية. ماديا عندك مساعدة من شخص ما، المساعدة دي هتعمل لك تحسن في دخلك، انت هتحس بيه، في حد هيساعدك سلفة او انت كان ليك فلوس عنده هيديها لك بس بشكل مثلا في مضاعفة، ايا كان حاجة من هذا القبيل. بالنسبة للناس اللي هي بتدور على مشروع وبتفكر في مشروع، اهتمامك بمشروع هيعلى قوي، وهتبدأ في بدايات للمشروع ده، ممكن بدايات ملموسة وممكن بدايات في دماغك. يعني ايه الفرق؟ ممكن انت تبدأ فعلا في المشروع بشكل يدوي خلاص في مرحلة متقدمة جدا، وممكن ان انت خلاص تكون جاهز الخطة شبه كاملة في دماغك وتبدأ ان انت تشتغل عليها، يعني خلاص بدأت في تنفيذ الخطة بتاعتك، ما تكسلش، الوقت ده هيكون مناسب ليك ان انت تعمل حاجة زي كده. يلا نخش على الناحية العاطفية
ونشوف الدنيا فيها هتبقى عاملة ازاي. فيها كلام كتير عامة عاطفيا. هنبتدي بالناس المتزوجين، عندكم هدوء ملحوظ، في هدوء ملحوظ، في استقرار، في حب للأسرة، إلا طبعا الناس المنفصلين أو كده هنتكلم عنهم دلوقتي. فالدنيا يعني حتى المشاكل اللي ممكن إن هي تتواجد في هذا الشهر مش هتكون كبيرة أوي، مش هتزعلنا من بعض أوي، فالدنيا كويسة. الناس اللي هم المرتبطين، علاقة حب، علاقة خطوبة مثلا، علاقة بداية تعارف أيا كان، خلي بالكم من حب تملك شوية. عندك يا برج الثور حب تملك شوية، فخلي بالك من الحتة دي، يعني خلي بالك منها. هيبقى الطرفين انت عايز تتملكه وعايز يتملكك، خلي بالك عشان دي بنحذر منها، ممكن تعمل بعض المشاكل. فيما عدا ذلك الدنيا كويسة. العازب بقى، انت هترتبط، يعني هتحب في الشهر ده بنسبة كبيرة قوي، نسبة كبيرة قوي لو انت مؤهل نفسيا ومستعد، وهتعمل طبعا اللي عليك، مفيش حاجة بتيجي على الجاهز. عندك فرصة مثالية. طيب الفرصة المثالية دي من ايه؟ ده هنعرفه دلوقتي. يعني ايه اكتر الابراج اللي هتكون ملائمة ليا او اللي هتتواجد امامي في الوقت ده؟ هنعرفه دلوقتي واحنا بنتكلم عن اهم الطاقات اللي بتحيط بيك. بس قبل ما نروح لها هنتكلم عن الناس المنفصلين. عندكم خطوات، الناس المنفصلين من برج الثور في خطوات ولكنها بطيئة يا برج الثور. يعني اللي مرتبط بيك ممكن تلاقي في خطوات إيجابية بس بطيئة أو تكاد لا تشعر بيها، بس في الأول وفي الآخر بنصنفها إن هي خطوات أو خطوات إيجابية. يلا بينا نتكلم عن أهم الطاقات اللي بتحيط بيك في الفترة دي وإيه تأثيرها عليك وإزاي تتعامل بيها. يلا بينا. بس ان في شخص ناري او ترابي او مائي، ناري او ترابي او مائي، بيلف حواليك في الفترة دي، بيلفت انتباهك في الفترة دي، عايز يتعرف عليك، عاجبه الغموض بتاعك شوية، عاجبه ان انت تقيل في نفسك شوية. ممكن قريبك، زميلك، جارك، ايا كان، لو انت مؤهل اديله الفرصة، يعني ما تقطعش كده الموضوع من بدايته وتقول مش وقته، لا هو ده وقته. الشخص ده لو انت موجود في حياتك اعرف ان هو ده وقته واديله الفرصة، مش هتخسر حاجة. اديله الفرصة وشوف الدنيا هتمشي بينكم ازاي بعد كده، لانه بنسبة كبيرة هيكون ملائم ليك. يعني يمكن في الابراج المائية السرطان بيتقدم شوية، بس الحظوظ العقرب والحوت موجودين، بس السرطان في الوش شوية. في الابراج النارية الاسد، يعني انت لو رجل صور ممكن مرأة اسد على فكرة تحاول ان هي تجر شكلك كده، تحاول ان هي تلفت انتباهك كده، بس ما تعملش تقيل قوي عشان حتة تقيل قوي دي ممكن تطفشها منك. بالنسبة للابراج الترابية ممكن عذراء كده من تحت لتحت، يعني ايه عشان انتوا فيكم صفات متشابهة شوية، عايز يقرب منك، فخليك اكثر مرونة لو انت عايز ان انت يعني ترتبط في الفترة دي، او عايز ان انت تعمل صداقات مع ناس كويسة في الفترة دي. كده نكون احنا خلصنا ابرز النقاط في توقعات شهر 7 شهر يوليو لمواليد برج الثور سنة 2019. حبايبي حلقة الرد على الأسئلة بتبقى يوم الحد من كل أسبوع، بناخد فيها أسئلة الأسبوع وبنحاول إن احنا نجاوب على أكبر قدر منها. وأنا من هنا بقول محدش أنا ما جاوبتش عليه يزعل مني، يكتب لي تعليقه وإن شاء الله إن شاء الله هجاوب عليه عاجلا أم آجلا. أي سؤال أي استفسار اكتبولي أنا بقرأ.